السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما في إطار الفيزا السياحية إلى كندا راحين نشوف كيفية تعبئة الملف الثالث أو الفورميل التروزيام فورميلار اللي هو IMM 5484 ليست دو كونترول دي دوكيمون. إذا شفنا في فيديوهات سابقة كيفاش نعمرو برومي فورميلار IMM 5257 دوموند دو فيزا فيزيتور. شفنا أيضا في فيديو آخر كيفية ملء الاستمارة 5707 رونسينيمون سور لا فامي. اليوم نجيو للاستمارة الثالثة والأخيرة ونشوفوا طريقة ملء هذه الاستمارة. هكذا نكونوا كملنا يعني ملء الاستمارات ونعبوا في فيديوهات مقبلة إن شاء الله للمرحلة الأخرى وهي فتح حساب كليجي سي، ثم يعني ندخلوا لي دوكيمون تاعنا والاستمارات بطبيعة الحال. هكذا راح تكون عندكم سلسلة فيديوهات تشرح لكم خطوة بخطوة كيفاش ديروا ملف الفيزا السياحية عن طريق كلي جي سي، لأنه كاين طريقة أخرى بطبيعة الحال ودرنا عليها فيديو وهي طلب الفيزا السياحية عن طريق لو نوفو بورتاي دي ار سي سي. هكذا تكون عندكم الطريقتين، كل واحد يدير الطريقة اللي تناسبه. إذا نبدأ على بركة الله، نفتحوا الملف تاعنا IMM 5484. ننتظر قليلا. فوالا، هذا يعني الفورمولير يعني فاسيل ا رومبليغ باسكو تي فا كوشي جوست لي كاز تاع لي دوكيمون لي كنت وجدتهم ديجا. اذا هنا تي فا كوزي كوشي لا كاز هذه لو فورمولير دو دوموند دو ريزيدون تمبورار IMM 5257. هذا اون لا ديجا رومبلي لو برومي فورمولير، دونك اون لو كوش. نزيدو لو دوزيام فورمولير وهو لو فورمولير دانفورماسيون سور لا فامي اللي هو IMM 5707. هذا ثاني درناه، اون فا جوست كوشي. ومن بعد ننزل مباشرة هنا باش نشوفوا لا ليست دي دوكيمون لازم يكونوا عندنا باش نديروا الملف تاعنا اونلاين. اذا لو بايمون دي فري كوشيو عليه ثاني، لانه كي نديروا الطلب تاعنا تاع الفيزا السياحيه لازم نسلكوا لي فري في موقع الهجره الكنديه. المبلغ هو 185 دولار كندي، 100 دولار هي لي فري دو تريتمون تاع لو دوسي، خذت 85 دولار تاع لي فري تاع لا بيومتري، لي فوتوكوبي دي باج دو رونسينيمون بيرسونيل سور فوتر باسبور. اذا سورا تبقى الاصل لي جواز السفر تاعك. تزيد تنزل دو فوتو، مادام حنا راح نديرو لا دوموند اون لين نحتاجو صورة واحدة فقط. تروح عند الصور تقول راح ندير فيزا سياحية الى كندا، وتعطي الايميل تاعك ولا تعطيك لي اسمو الفلاش ديسك يدير لك الصورة هذيك باش من بعد تيليشارجيها في الكلي جي سي في الطاكين ديك دير الطلب تاعك. لا بروف تاع لي ريسورس فينانسيير يعني الدليل تاعك، مثلا غرفة بنكير اللي يثبت بلي عندك المبلغ الكافي باش تعيش في كندا، مش تعيش في كندا مي كيما نقولو في لو سيجور تاعك. باغ اكزومبل راح تروح 15 جور تعطيهم المبلغ الكافي اللي في 15 جور، لا درت 3 سمان نفس الشيء. دائما لازم يكون عندك المبلغ الكافي يعني باش تروح سياحة إلى كندا. هنا تعطيهم في حالة الزواج تعطيهم لاك دو مارياج بيان سور. زيد تنزل هنايا، هنا بالنسبة للناس اللي راهي مقيمة في بلد موش بلد يعني الإزدياد تاعهم، مثلا جزائري عايش في فرنسا، في هذه الحالة لازم يعطيهم لاكار دو ريزيدونس تاع فرنسا اللي راه في حالة يعني شرعية في التراب الفرنسي. هذه خاصة بالناس اللي مقيمين بالخارج فقط. pour les mineurs ثاني لازم تكون عندكم une lettre de consentement. اذا كان هذا المينور راح باغ اكزومبل مع جدو مثلا، لازم والدين هذا الطفل يديروا لهم une lettre de consentement باللي يقدر الطفل هذا يفواياجي معاهم، يعني حسب الحاله كل واحد يكوشي حسب الحاله تاعو. و تو دوكيمون اديسيونال يعني اذا كان عندكم يعني وثائق اضافيه تقدر تعاونكم في الملف تقدروا ديروها بطبيعه الحال. هنا بالنسبه للناس اللي راح يطلبوا سوبر فيزا، اذا اللي عنده ولادو في كندا او ولادو يقدر يطلب سوبر فيزا، فيها يعني وثائق اضافيه. اذا انا كما تشوفوا لازم لاتر دانفيتاسيون تاع ابنك ولا ولد ابنك، يعني اون فونكسيون دو لا سيتوياسيون لاتر دانفيتاسيون. واش كاين الاخر؟ كاين دي دوكيمون سويفون بوفون بروفون كو فوتر انفون. اوكي سي نورمال، اذا كان ابنكم في كندا او ولد ابنكم ولا ولد بنتكم بامبورت لو كان، لازم يبروفي بلي عنده مداخل يعني كافيه في كندا باش يقدر يقوم بكم كي تكونوا معاه في كندا. سي نورمال، جوستيفيكاتيف يعني تاع الدخل تاعو.
لا كوبي لا ريزيدونس بيان سور يعني تثبت بلي راه مقيم دائم في كندا ولا باسبور تاعو باسبور تاعو كنديا اذا كان عنده الجنسيه الكنديه. وكاين وثيقه اخرى وهي لاسيرونس ميديكال بريفي لازم ديرها قبل لا تدفع الملف تاعك بور لو سوبر فيزا. هذا خاص يعني الاطار هذا خاص بالسوبر فيزا فقط مش خاص بالناس اللي يطلبوا فيزا عاديه. هكذا رانا كملنا يعني بتعبئه هذا اليمام 5484 وهذا كملنا الملف الثالث. اذا كان عندكم اسئله تقدروا ديرهم في لا سيكسيون كومونتير. بالتوفيق للجميع والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.